مادة غامضة تحاط بهالة من الأسرار والإدعاءات الخارقة، مادة يقال إنها تفتح أبواب الذهب وتحرك الرؤوس النووية وتستدعي قوى خفية من عوالم مجهولة، تباع في السوق السوداء بأرقام فلكية ويطاردها الطامعون في السلطة والثروة والخلود. ولكن هل هي موجودة فعلا أم أنها واحدة من أعظم خرافات القرن؟ في هذا الوثائقي من قناة العدسة الوثائقية نغوص في عمق الأسطورة التي شغلت العالم، الزئبق الأحمر. يقال إنه سائل أحمر قاتم كثيف لا يلمسه أحد دون أن يلهث العالم وراءه، مادة يشاع أنها نادرة جدا، لا يعرف مكان إنتاجها ولا أحد يعرف تركيبها بدقة. ولكن من أين جاءت هذه الرواية؟ وكيف أصبحت هذه الزجاجة الصغيرة أسطورة كبرى؟ في الثمانينيات وأثناء احتدام الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو، ظهر في تقارير استخباراتية مصطلح جديد، الزئبق الأحمر. قيل إنه يستخدم لتفعيل القنابل النووية دون الحاجة لليورانيوم، ولكن لم تظهر أي أدلة فعلية، بل على العكس كان كل شيء محاطا بالصمت والغموض. فهل كان الأمر حقيقة علمية أم خدعة استخباراتية؟ لقد أجمع العلماء أنه لا يوجد عنصر في الجدول الدوري ولا في الكيمياء الحديثة يحمل اسم أو خصائص الزئبق الأحمر كما يشاع، ومع ذلك استخدم اسمه لترويج خرافات خطيرة، أبرزها أنه يسهل استخراج الذهب، يشغل الرؤوس النووية ويستخدم في تحضير الأرواح، كما له خصائص علاجية خارقة لعدة أمراض مستعصية. فكيف تحولت أسطورة إلى تجارة سوداء؟ في الأسواق الخلفية، في المدن النائية، وحتى على الإنترنت يعرض الزئبق الأحمر للبيع بملايين الدولارات، ضحاياه من يبحث عن الثروة السريعة أو من يعتقد أنها تجلب الرزق أو تحمي من الجن، وكل ذلك باسم الزئبق الأحمر. عمليات نصب بمستوى دولي ووثائق مزيفة وشخصيات مجهولة، كلها تتقاطع في هذه اللعبة المربحة. وبحسب تصريحات الدكتور وسيم السيسي لموقع اليوم السابع، فإن الزئبق الأحمر الحقيقي ليس سوى أكسيد الزئبق، أي أنه زئبق تغير لونه بفعل الأكسدة، وكل ما يتوارد عن المادة ضرب من الخيال العلمي وأساليب نصب لا علاقة له بالمومياوات المصرية ولا باستخراج الذهب، بل هو مجرد زئبق عادي. والأكثر من ذلك أن البعض اعتبره حارسا للمومياوات، لدرجة أنه عند اكتشاف تابوت والإعلان عن سائل أحمر داخله لم يتردد كثيرون قبل أن يعلنوا أنها لعنة الفراعنة، وأن الزئبق الأحمر سيطلقها. ويكشف عالم الآثار المصري الكبير الدكتور زاهي حواس، ليس هناك أي أثر لشيء يدعى الزئبق الأحمر في المقابر، والذي يعتقد البعض أنه يجلب ثروات عديدة ويشفي من الأمراض، وجميعها خرافات. والحقيقة أن أي مكان توجد فيه مومياوات ويكون مغلوقا لفترة طويلة تصل إلى آلاف السنين، عند فتحه تنبعث منه جراثيم غير مرئية، وهذا ما يدفع البعض للاعتقاد بوجود لعنة الفراعنة التي يرجعون إليها أي مكروه يصيب المنقبين عن الآثار. وفي عام 1994 نشرت القناة الرابعة البريطانية فيلما وثائقيا يفترض أنه يكشف أسرارا نووية سوفيتية تحت عنوان Trail of Red Mercury and Pocket Neutron، ولكن الملاحظ أن هذا الفيلم جاء بعد عام واحد فقط من نشر صحيفة برافدا الروسية لتقرير يدعي أن مذكرات سرية تم تسريبها عن الاتحاد السوفيتي المنهار، وتتحدث عن أن أمريكا هي من تمتلك المادة الخارقة وتستخدمها في تصنيع قنابل نووية وصواريخ تتوجه نفسها نحو الهدف. فريق آخر من الباحثين في معمل لوس آلاموس الوطني أكد أن كل هذه المعلومات ليست سوى عملية نصب كبرى
وقعت فيها وسائل الإعلام وبعض الباحثين عن الشهرة ممن روجوا لهذه المادة غير الحقيقية على أنها طريق مختصر لصنع قنبلة نووية أو ذرية، وهي معلومات يمكن بيعها بسهولة لمهرب الأسلحة في السوق السوداء التي ازدهرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. في عام 2015 وقع ما جعل الزئبق الأحمر يخرج من نطاق قصص الخيال العلمي وحيل النصب ليعود لصدارة الصحف والجرائد، إذ نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا صحفيا يكشف أن حتى تنظيم داعش كان يصدق أن المادة حقيقية، وأنه كان يبحث عن وسيلة لتمليك الزئبق الأحمر لصنع أسلحة فتاكة. وبحسب التحقيق فإن أحد المخبرين ويدعى أبو عمر كان يعمل لصالح عدة مجموعات إرهابية في سوريا منها داعش، ولم يكن لديه مانع أن يصرح للصحيفة بأنه يعمل كوسيط لجلب أسلحة وأموال للتنظيم، وأكد أن قيادات في داعش أعلنوا استعدادهم لدفع 5.5 مليون دولار مقابل كل وحدة من الزئبق الأحمر على أن تكون بشكل مماثل للصور التي أرسلوها لأبي عمر في رسالة على تطبيق واتساب. وقد حصلت صحيفة جسر السورية مؤخرا على مقاطع مصورة متداولة على تطبيق واتساب في سوريا توثق عرض هذه المادة الغامضة التي يزعم البعض أنها تمتلك قدرات خارقة، وتتراوح استخداماتها المزعومة بين صناعة القنابل النووية واستخراج الكنوز وصولا إلى أعمال السحر الأسود، وتظهر المقاطع ما قيل إنه عبوات تحتوي على الزئبق الأحمر موضوعة داخل رؤوس معدنية ثقيلة محفور عليها رموز مثل جيرماني و H&G Fob، إلى جانب أرقام متسلسلة توحي بأن القطعة عسكرية أو صناعية دقيقة. وفي وسط أحد هذه الرؤوس وضعت زجاجة صغيرة تحوي سائلا أحمر يقال إنه الزئبق الأحمر المزعوم. قد تكون الحقيقة أحيانا أكثر غموضا من الأسطورة، وقد يكون الوهم أقرب إلى العقول من العلم إذا غاب الوعي وساد الطمع. الزئبق الأحمر أسطورة صنعت بدقة وآمن بها الآلاف ودفع ثمنها الضحايا، ولكن في قناة العدسة الوثائقية نكشف كل ما يخفيه الظلام، فإذا كانت هذه هي نوعية المحتوى الذي يستحق المتابعة فلا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا جرس التنبيه لتكونوا أول من يستكشف الحقائق وراء كل أسطورة. معكم كانت قناة العدسة الوثائقية، نفهم العالم لنغيره.